الحمد لله. متعب ودومينيك اتجوز من يومين والدنيا كويسه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد طيب لله. يعني دي الاخبار، يمكن عماد متعب يوم الجمعه ان شاء الله، دومينيك كمان اتجوز سمعنا من كام يوم وجه اتاخر شويه ولكن جه يعني الحمد لله. جونيور والاجانب والناس دي غرابات كلها سيد ولا كان في ظروف قهريه مثلا؟ لا دومينيك طبعا ما فيش غرامه ولا حاجه، دومينيك جه في ميعاد بالظبط اللي كان متحدد له يوم 29، الراجل كان ملتزم وجه في وقت. يمكن جونيور شويه او جه في جونيور شويه، جونيور اتاخر وخلاص يعني انتظم في التدريب دلوقتي، لكن كان لازم يبقى في العقوبه، والعقوبه على الحاجتين يا كابتن حازم. الجزء الاول ان كان في تاخير عن الميعاد المتفق عليه، الجزء الثاني ان في عدم التزام بتعليمات معينه وده بيطبق عليك اللائحه، لكن ما ينفعش انا مديك ميعاد يوم 19 مثلا وانت تيجي يوم 20 تمام، او ونكلمك وبعدين تيجي يوم غير اليوم اللي اتفقنا عليه مره ثانيه، شك عدم الالتزام بالكلام. طب ايه الاسباب؟ يعني عنده اسباب مثلا قهريه، في حاجه فعلا ما قدرش، وانت حاسين ان هو بيتدلع مثلا شويه يعني هو خمس ايام، هو اعتقد غاب خمس ايام زياده متهيألي. هو السبب بيتكلم على ان هو كان عايز يجيب اسرته وجابهم، ودي حاجه ايجابيه بيني وبينك يعني حاجه ايجابيه، لكن انت عندك شغل، عندك شغل وعندك احتراف زي ما حضرتك اشرت. الجزء الثاني ان انت عندك كمان وقت، يعني الموضوع مش انا مش مديك 24 ساعه تخلص فيها حاجتك، ان كان في حوالي 10 ايام وقبل ال 10 ايام انت عارف ان في اجازه 10 ايام، ففي حاجات لو ناقصاك او عايز تعملها من قبل كمان الاجازه، لكن انتهى الموضوع على كده خلاص، العقوبه والعقوبه جامده شويه وانتهى الموضوع والراجل معانا يعني. تمام. بالنسبه لكابتن عماد متعب طبعا بنبارك له الف مبروك. متعب واخد هيبقى موجود ماتش الاسماعيلي وهيبقى صعب يا كابتن سيد؟ لا هو الاختلاف ده كابتن حازم، انت عارف ان ماتش الاسماعيلي ده كان يوم 19 اصلا، 19 11 اللي فات اصلا يعني. بس هو طيب المفروض 13 12 متهيألي دلوقتي، هو دلوقتي خلاص بقى 13 12 تمام اوكي. فالمفروض ان احنا كان عندنا ماتش يوم هنلعب على النظام القديم يعني، هنلعب ماتش يوم 14 وبعد كده هنلعب ماتش يوم 22 تمام. ده كان النظام القديم على اساسه كان اتفقنا مع عماد ان في فتره الافضل ان احنا نعمل الاجازه بتاعته على اول ميعاد في اجازتنا احنا اللي هي بعد الماتش 19 تمام يا فندم 19 11. طبعا الراجل لما راح يعمل ترتيبات فرحه ما فيش يوم فاضي غير يوم 2 12 وعلى اساسه رجع لنا واحنا وافقنا على الوقت القديم او على الوقت على النظام القديم. النظام القديم طبعا لما الدنيا اتغيرت خالص كان هو حاجز صعب يرجع في كلامه طبعا، صعب جدا، حاجات كتير جدا ممكن تختلف. فاتمنى له التوفيق ان شاء الله ويلحق معانا الماتش اللي بعد كده ان شاء الله. يعني هو ممكن ما يبقاش متواجد معاكم طبعا ماتش الاسماعيلي هيبقى صعب جدا يعني. طيب يناير، مش عايز اسمع اسامي، ولكن هل يناير في تفكير عندكم كابتن سيد في بعض اضافات ولا خالص الكلام ده صعب خالص جدا؟ خالص عشان الدنيا تهدى خالص بقى يا كابتن حازم، مش مفيش خالص، احنا ما عندناش تفكير، لا حد يمشي ولا حد يجي في يناير. انا لسه كنت هسالك السؤال الجاي، حد هيمشي طيب في اعراض ولا مفيش خالص؟ لا كل اللي انا اقدر اكد عليه ان الكره فيها متغيرات كتير، ممكن يجي حد وممكن يمشي حد، لكن في اللحظة اللي حضرتك بتسألني فيها ديت عندي إصرار كجهاز فني، يعني مش كصلاح حفيظ، كجهاز فني أنت عندك إصرار إن أنت تدعم صفوف في يناير، ولا عندك إصرار إن في حد يخرج في يناير. يعني أنتوا مش حاسين إن في نقص أو نواقص في الفرقة تماما، ولا حاسين ان انتم محتاجين تمشوا حد عمل لكم مشكله ولا حاجه؟ مفيش، مش عندكم الاحساس ده. طب بالنسبه لشهاب، يعني شهاب من اللعيبه الكويسين وبيكلم، بشوفه دايما ليه تصريحات كثيره، يعني هو مش قاعد وهو عايز يمشي وعايز يلعب وزهقان والكلام ده، ايه وجهه نظر بالنسبه لشهاب مستر مانويل؟ يعني هل شهاب من اللعيبه المهمه جدا للمستقبل زي شكر على فكره، لكن زي ما قلت ان الكره فيها متغيرات كتير،
انا كنت مشارك بشكل مستمر دلوقتي لحد ما اجي في النهايه كنت ممكن اساسا ممكن يبقى من اوائل الناس اللي بتشارك لان حضرتك يعني اللعب كل ثلاث اربع ايام ديت زي ما انا شفت يعني مركز زي السرد باك زي ما حضرتك شايفين مركز زي السرد باك عندي يعني عندي ثلاثه ولا اربعه عندهم اصابات عند محمد عبد الفتاح مصاب عند محمد نجيه مصاب عند رامي ربيعه مصاب عند شريف عبد الفضيل مصاب ففي ناس يعني مشكله زي زي شريف عبد الفضيل شريف عبد الفضيل لحد الاسبوع الخامس بره السكور خالص بره ال 18 خالص صح. لكنه كان عنده استعداد نفسي وفني انا قلت نفسي قبل فني لان هو كان عنده استعداد ان هو في اي وقت هيشترك هيأدي بشكل كويس عشان كده لما جات له مش عايز اقول له لما جه ان هو يشارك في مباراه انبي ما حسيتش ابدا ان الراجل ده كان بره الفرقه حسيت ان هو بيلعب بشكل مستمر فهو ده اللي انا اقصده انت لحد شهر يناير وارد جدا ان في واحد يكون هو الاساس هو بعيد دلوقتي يعني من كلامك كده ممكن يبقى في لاحمد السيد فرصه الفتره الجايه طبعا اي حد كابتن حازم احمد السيد كان برضه يعني اقاويل كتيره جدا ان هو ممكن يبقى بره وما بقاش خلاص في حازم ممكن يشارك اي حد ممكن يشارك ويبقى بشكل مستمر لما يجي يناير بقى تقيم انت الامور يا كابتن حازم ده بعيد قوي ده قريب لا ده لو الاحسن والافضل ان هو يشارك في حته ثانيه يبقى تحت عينينا نديله فرصه ان هو بدل ما يبقى صعب قوي ان هو يشارك معانا لا يشارك مع النادي الثاني ونشوفه اخباره ايه ونقيم الدنيا لما يشارك بشكل مختلف ان هو يشارك بشكل مستمر لكن ممكن يشارك في فرقه ثانيه لحد ما يجي يناير ما اقدرش اقول مين يخرج ومين يدخل لا ابدا زي ما قلت الكره فيها متغيره كتير لما يعني يجي يناير كل كامل في الجرايد ده كله كلام مفيش حاجه خالص يعني صديق مثلا في الاسماعيلي كله بيطلع على لسان انه كلام كتير ان هو هيجي الاهلي كله اجتهادات كله اجتهادات يعني كابتن عادل لسه ما اشتغلش جامد يعني لا مش عارف ان هو بيجي من مصر جامد يعني بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد والتوفيق ان شاء الله والف تاني الف مبروك طبعا لكابتن عماد متعب ربنا يوفقه ويمكن دي مشكله ان واحد بيبقى حاطط تركيزه وتفكيره وحاطط